الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية. عنوان حلقة اليوم: المهدي في صحاح مدرسة الصحابة. سنقف وإياكم إن شاء الله تعالى عند جملة من الأمور المتعلقة بورود المسألة المهدوية، ونوع هذا الورود كيف ورد في صحاح مدرسة الصحابة، بحيث هل يمكن بعد ذلك أن يقال بأن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام قد انفردوا بهذه العقيدة، العقيدة المهدوية أو الأطروحة المهدوية، أم أن المسلمين جميعا متفقون وفي صحاحهم جميعا؟ طبعا معنا كما تعلمون في هذا البرنامج سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا بكم سماحة السيد. في البدء يعني في المقدمة، إذا كانت هناك بعض الاستدراكات التي من خلالها يمكن الإجابة عن بعض الأسئلة، تعلمون بقيت هناك بعض المداخلات. نعم وبعض نعم الأسئلة. نعم. أخوة الكرام، وعدنا المشاهد الكريم أن نجيب عليها إذا كان أنت تفضلوا بها. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه كانت واحدة من المداخلات التي وردت في الحلقة السابقة أن بعض الإخوة قال بأنه لماذا تنقلون كلمات الأعلام من خلال المجلات أو نحو ذلك؟ نعم. طبعا أنا أتصور بأنه قضية الكلام أينما وجد لا بد أن يتثبت من أن هذا الكلام صدر من صاحبه أو لا، أم لم يصدر، سواء كان في كتاب أو كان في مجلة. أحسن. أو كان في مقال أو بأي نحو كان، يسمع يقرأ واقعا إلى غير ذلك. هذه حقيقة ثابتة. نعم. وأنا أتصور أن هذا الأخ العزيز وكثير ممن ينظرون إلى الفضائيات يجدون بأنهم يستدلون بقرص هنا. نعم. وكاسيت هناك، مع ما فيه من العلل، مع ما فيه من الإشكالات، ومع ما فيه من أن المتحدثين لم يعلم أنهم هم من أهل العلم أصلا. أحسن. حتى يمكن أن تناقش مدرسة بكاملها. أحسن. بعلمائها بأعلامها من خلال كاسيت ينقل هنا أو سيدي ينقل هناك أو صورة تخرج على موقع في الإنترنت. وأنا أتصور بأنه الأخ العزيز كان ينبغي أن يوجه نقده إلى تلك الطريقة. أحسنت. هذه الطريقة التي مع الأسف الشديد بدأنا في الآونة الأخيرة نجدها ونعهدها في بعض هذه الفضائيات، وعلى أساسها يرتبون ويحكمون على مدرسة بأتباعها الذين هم بمئات الملايين في هذا العالم. على أي الأحوال، مع ذلك استجابة ورغبة ونزولا عند رغبة هؤلاء المتداخلين، أنا حاولت بأنه هذه الكلمات التي نقلتها من بعض الجرائد أنه أجد بأنه هل هي موجودة في كتب في هذا المجال أو غير موجودة. نعم. في الواقع عندما راجعت هذه المصادر واستعنت ببعض الإخوة في هذا المجال، قالوا بلي نعم هذه كتبت وألفت والآن موجودة بالأيدي، منها ما ذكره الألباني، إذا يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة. نعم. العلامة الألباني صاحب سلسلة الأحاديث الصحيحة التي سوف نقف عندها. هناك كتاب تحت عنوان مقالات الألباني، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى ذلك جيدا، مقالات الألباني، اللي هذا الكتاب عادة هو جمعها وصححها واعتنى بها نور الدين طالب، قدم لها وعلها محمد عيد العباسي وعبد الله علوش دار أطلس للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية سنة 1422 من الهجرة النبوية أو 2001 ميلادية، المملكة العربية السعودية، الرياض. والإخوة يستطيعون أن يرجعوا إلى هذا الكتاب.
هناك عبارته الألباني العلامة الألباني قال: وخلاصة القول إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم بحسب نص الكتاب، نعم. يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب، والإيمان بها من صفات المتقين، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر. أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان بها وبكل ما صح في الكتاب والسنة. في هذا الكتاب صفحة 110 من هذا الكتاب، هذا النص بشكل واضح وصريح موجود للعلامة الألباني. هذا هو النص الأول. نعم. النص الثاني الذي كان بيودي أن أشير إليه وهو ما ذكرته عن الشيخ ابن باز وأشرت إليه فيما سبق، وقلت بأنه توجد عنده كلمات قيمة واقعا في هذا المجال، وواقعا ينبغي أن نقف عند هذه الكلمات. هناك طبعا هذه الكلمة أيضا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن هذه الكلمة جاءت في مقدمة كتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر اللي العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله مكتبة السنة الطبعة الأولى لمكتبة السنة بالقاهرة سنة 1416 هجرية دار للنشر والتوزيع والبحث العلمي وإلى آخره، يمكن للإخوة أن يراجعوا. هناك في صفحة أنا بودي أن المشاهد الكريم يتحمل معي قليلا دكتور، نعم. حتى أنه أريد أن أقرأ تقريبا كل عبارات الشيخ ابن باز، نعم. وتعلمون أنه علم من أعلام السلفية الحديثة، وهو مرجع في مثل هذه يعني عليه المعول في القرن الأخير، المعول عليه في مثل هذه المجالات بغض النظر. وهنا بيودي مباشرة أن أشير بغض النظر أن ما أقرأه عن هذا الشيخ أني أوافق عليه أو لا أوافق عليه، أختلف معه أو أتفق معه، هذا حديث آخر. نعم. أريد أن أقرأ بكامل العبارات بلا أن أقتطع غير تصرف. نعم. أحسنتم، يعني هذا الـ هذا الـ هذا الأسلوب اللي الآن مع الأسف الشديد نجده في كثير من الأحيان، أنه يؤتى بكتاب من أتباع مدرستي أو من علماء مدرسة أهل البيت ويقرؤون السطر أو سطرين أو مقطع مجتزأ، ثم مجتزأ عما قبله وعما بعده ولا تتضح الفكرة. وليس هذا فقط، خلي أكون منصف واقعا، وليس هذا فقط في أتباع مدرسة الصحابة، في أتباع مدرسة أهل البيت بعض من ليس لهم خبرة أولا أو لا يراجعون المصادر الأصلية ثانيا فيقتطعون، والعبارة إذا تقرأ نجد أن قبلها شيء آخر ينافيها، أو أن المؤلف أساسا نقلها كقول وهو لا يوافق عليها وهو بصدد الرد عليها. إخواني الأعزاء، نحن واقعا لسنا بصدد التكثير أبدا، تكثير الأعلام الذين قالوا أو لم يقولوا، نريد أن نعرف الحقيقة والواقع كما ذكرت في بحث مطارحات في العقيدة. وهنا أؤكد ليس هدفنا أنه فلان من مدرسة كذائية يكون ضمن المدرسة الكذائية، يزيد عدد 10 أو ينقص عدد 10، يزيد عدد 1000 أو ينقص عدد 10 عدد 1000، وإنما همنا الأساسي انكشاف الحقيقة وترك المسائل لعقل المشاهد المنصف العاقل. نعم. ليعرف هذه الحقيقة بعبارة أخرى وبنص القرآن الكريم: ليحيا من حي عن بينة. نعم. ويهلك من هلك عن بينة. في هذا الكتاب اللي هو كما قلت الطبعة الأولى، هناك في صفحة 4 هذه عبارته، يقول: وأما بعد، هذا كلام في المقدمة، كلمة تعقيب على المحاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. أما بعد، فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة، التفتوا إلى التقييم، فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق.
التفتوا هذا جيدا، عبارة ابن باز. هذه عبارات ابن باز، مهدي الحق. لماذا؟ باعتبار ادعاءات المهدوية كثيرة في كل زمان. ولا مزيد على ما بسطه من الكلام، فقد بسط واعتنى وذكر الأحاديث وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب، وقد وفق للصواب وهدي إلى الحق، إلى أن يقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته، يعني الكاتب ابن عباد، صاحب العباد، كما بينه أهل العلم. فأمر المهدي أمر معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها. التفتوا جيدا إلى هذه العبارة. الشيخ ابن باز مو فقط يدعي أني أحصيت أنها متواترة، نعم، يقول جملة من أعلام العلم قالوا أنها ماذا؟ متواتر. متواترة، يعني ادعاء التواتر ليس من شخص أو شخصين أحسنت. أو ثلاث أو عشرة. ومن المعلوم أن التواتر ماذا؟ يفيد القطع، يفيد اليقين، وأنه من أوضح الطرق لإثبات المنظومة العقدية للفرد المسلم والإنسان المسلم. نعم. قال: كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمر ثابت وخروجه حق. نعم، الشيخ ابن باز يعتقد وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، وهذا من حقه. هذا خلاف، هذا خلاف في الأذان، هذا رأيه، هذا نعم بحثه سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. نعم. أنه سيتضح بأنه هذا الإنسان هل هو من ذرية الحسن أنه من ذرية من الحسين. من ذرية الحسين، وهذه خطوة جد مهمة. نعم. جد مهمة، أنه سيخرج إنسان عادل في آخر الزمان ويقيم العدل. بعد لا يمكن أن نتكلم بهذه اللغة المبهمة، بهذه اللغة وبهذا المنطق السقيم، أنه يخرج أحد. لا لا، لا يخرج أحد من أولاد علي، يخرج متفق. من أولاد من علي. من أولاد علي، هذا تصريح من ابن باز. ابن باز وهو من أعلام مدرسة الصحابة، يقول أنه من عترة النبي، من علي بن أبي طالب. وعندما نقول عترة ليروح وأهل بيته، ليروح ذهنكم إلى العباسيين أو إلى آخره، وإنما ممن من الفرع العلوي. أحسن. لا من الفرع ماذا؟ من الهاشمي أو مثلا، لا من الفرع العباسي. أحسنتم. إنكم تتذكرون أن الشيخ ابن تيمية فيما سبق شكر الله أنه ماذا؟ لم يأتي تأتي الخلافة بالفرع العلوي، وإنما جاءت بالفرع العباسي. جيد جدا. ولكنه هنا يصرح ابن باز أنه هذا الإنسان أصله ماذا؟ أحسنت. علوي وليس عباسي. جيد. نعم، إذا تسمحون بالمداخلة قليلا بهذا الخصوص. نعم، السيد هنا يعني المشاهد الكريم أن يسأل. نعم. يقول: إذا كان المنقذ والمصلح ما كان إلا من أولاد علي. نعم. فلماذا لم يكن الأئمة قبله من أولاد علي؟ الآن. نعم. ولذا قلت الآن أنا لا أتكلم في هذه القضية، لأن حديثنا بعد إن شاء الله تعالى الدور سيأتي. إن شاء الله. نتحدث أنه أساسا هذا الذي هو من أولاد. جيد، اقتربنا كثيرا. أحسنتم. مرة. نعم. يقول شخص سيخرج في آخر الزمان، كما نسمع على بعض. نعم. أحسنتم. نعم. من بعض من البعض على بعض الفضائيات، نعم سيخرج في، نحن نعتقد سيخرج في آخر الزمان شخص يقيم العدل. من هو؟ مبهم، مهمل، مهمش، لا نسب له، سيولد. لا أصل له. نعم. لا يعرفه أحد أبدا. وهذا كله للابتعاد. لماذا؟ الابتعاد عن الأطروحة التي طرحتها مدرسة أهل البيت. أهل البيت، لأن أهل البيت عندهم أطروحة كاملة في هذا المجال، فهم يعلمون أنهم إذا أرادوا أن يقتربوا من مصادر وصحاح أهل الصحابة سوف لا يجدوا طريقا إلا الاقتراب ماذا؟ مدرسة من أهل مدرسة البيت. أهل البيت. علي الله. تفضل. يقول: وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة. إذن هو إمام، التفتوا جيد، علوي. وهذا الإمام وهو علوي كما تفضلتم، وهو من صلب الإمام الحسن سلام الله عليه. وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. جيد، هذه نص. ثم نص آخر في صفحة 5، انظروا ماذا يقول.
قلت للمشاهد هل اليوم بودي ينتظرني أو يصبر علي، لأنه هذه العبارات هذه مطالبنا التي نريد أن نقولها، ولكن أريد أن يتضح للمشاهد الكريم أنه واقعا هذه ليست من مختصات كما تفضلتم من مختصات مدرسة أهل البيت، هذه اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين. نعم أرجع وأقول لا أقول بأنه ابن باز يعتقد بنفس النظرية التي تعتقدها أبدا، ليصرح أنه من أولاد الحسن، من أولاد الحسن، ونحن نعتقد أنه من أولاد الإمام الحسين عليه أفضل. هو يعتقد بأنه سيولد بعد ذلك، بل سيصرح يقول أنه ليس هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. من حقه، من حقه، وجهة نظره هذه، ولكنه بعد ذلك سيتضح من خلال الدليل القاطع أنه هل الحق مع الشيخ ابن باز أو الحق ماذا؟ في مدرسة أهل البيت. أهل البيت وحده سيأتي. نعم. يقول وقد اطلعت على كثير من أحاديثه، يعني أحاديث المهدي، فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال ابن القيم وغيره، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته، وهكذا إلى أن يقول فإن المقبول عندهم أي عند مدرسة الصحابة أربعة أقسام من الحديث: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، هذا ما عدا المتواتر، وأما المتواتر فكله مقبول في مدرسة ماذا؟ الصحابة. الصحابة بعد لا يوجد هذا التقسيم، متواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا. فأحاديث المهدي، محل الشاهد، التفتوا جيدا، فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنويا، فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجها، ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها. أحسنت، التفتوا جيدا، هذه عبارة ابن باز. وقد رأينا هذه عبارة واقعا أنا بودي أقولها للمشاهد الكريم لعله لمرات عديدة يتأمل في هذه العبارة. شوفوا الدكتور ماذا يقول، يقول وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك. أحسنت، يعني هذه لا أنها فقط متواترة وحق، هي فوق ماذا؟ التواتر، هي فوق التواتر وفوق الحق، وقبلت أشياء أقل منها سندا، أقل من هذا. نعم. سندا ودلالة ومضمونا. نعم. والحق أن جمهور أهل العلم، بل هو كالاتفاق على ثبوت أهل المهدي وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن من أهل العلم، يعبر عنه هؤلاء ماذا؟ شذاذ. شذاذ، ومن شذ شذ إلى ماذا؟ إلى النار. إلى النار. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. ثم يبدأ الشيخ هذا العلم من أعلام مدرسة الصحابة ومن أعلام السلفية يقول نحن لا نوافق أنه هذا الشخص هو الإمام الثاني عشر من أئمة ماذا؟ الشيعة. الشيعة. هذا رأيه هنا، رأي، التفت، أريد أقرأ، ولكن انظروا إلى منهجه في البحث لا أقل في هذا الموضوع. لا يقول لنا قائل أنه الشيخ ابن باز عنده في مواضع أخرى لا يتكلم، أنا أتكلم عن ما هذا الموضوع. نعم. هذا الموضوع انظروا ماذا يقول. يقول وأما ما قاله الحافظ إسماعيل ابن كثير أو كثير في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء، وأن المهدي يمكن أن يكون أحد الأئمة الاثني عشر، فهذا محل نظر، مو باطل، مو كذاب، مدلسون. هذه التعابيرات، التعابير، والله الإنسان يربأ بنفسه أنه أساسا يجد أنه بعض من يدعي أنه من أهل العلم ويلبس لباس العلم ويتلبس بلباس العلم، ولكن يستعمل هذه التعابير. يا أخي هذه التعابير لا يسمح لعموم الناس أن يتعاملوا. أين منطق القرآن؟ أين منطق سلاما؟ قلنا فيما سبق وأكدنا، قلنا أن منطق أهل الجنة، خطاب أهل الجنة، خطاب ماذا؟ سلاما سلاما. أما خطاب أهل النار ومنطق أهل النار ما هو؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها. تعالوا، رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل صريح
مع من هم ليسوا على دين الإسلام. يقول تعال لو إلى كلمة سواء هذا أمر قرآني يا أخي. وثم إحنا إذا جئنا إلى شخص واختلف معنا في أمر مباشرة أنت كذاب، أنت مهوس، أنت مدلس، أنت لعان، أنت محرف، أنت باطنك يهودي، أنت هذا منطق لا أعرف والله. أحسنت. يعني ما أدري هو منطق الضعيف الذي لا يريد أن يدخل في النقاش العلمي. أصلاً ليس منطق أخلاقي أصلاً بغض النظر أنه ليس منهج علمي. ولذا أنا أدعو من هنا كل الذين يخرجون على الفضائيات من أي جهة ومن أي نحلة ومن أي مذهب ومن أي اتجاه ومن أي مدرسة، عندما يتكلمون فليتكلموا بمنطق القرآن، فليتكلموا بمنطق الإسلام، فمنطق السلام سلاما، لا هذا المنطق الذي واقعا تشبئز النفوس من أن يشار إليه. وهنا تجدون أنه الشيخ ابن باز بشكل واضح وصريح يبين هذه الحقيقة. ويقول فيه نظر والنظر قد يقبل وقد لا يقبل. ومن حقه أن يقبل، ومن حقه ماذا؟ لا يقبل، أن يرفض. لكنه لا بلغة أنت كذاب، أنت مدلس، أنت إلى آخره، بل بلغة هذا، فهذا محل نظر. ثم في آخر المطاف عبارته بعد أن ينقل: فإن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. يقول: نحن لا نعتقد أن المراد من هؤلاء الأئمة 12 هم أئمة من؟ الشيعة. أئمة الشيعة. إذن من هم؟ ينتخب ابن باز نفس النظرية التي انتخبها من؟ ابن تيمية. ومن حق هذا. نعم. هو حر. نعم. في أنه يعتقد أن هؤلاء 12 الذين وصفتهم الروايات بمواصفات خاصة تنطبق على مثل معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك. هو حر في أن يختار ما يريد. فلماذا المنقذ لم يكن إلا من ولد علي خاص؟ إذن لا علاقة له. يريد يثبت أنه ذاك ليس له علاقة بهؤلاء 12، هروبا من أن يكون من هؤلاء 12 ذهب إلى هذا. يقول، هذه عبارته في صفحة 6 بودي. نعم. والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن تيمية، تذكر المشاهد الكريم نحن قرأناه فيما سبق، أن مراد النبي بهذا الحديث هو الخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنه كما هو نص عبارته، وابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان 6-7، وأولاده الأربعة 11، وعمر بن عبد العزيز هذا 12، وهؤلاء 12 خليفة. والمقصود أن الأئمة 12 في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك. هسه عنده خلاف أيضا في هذه النظرية، والآن أنا ما أريد أدخل، ولكن هذه نظريته. ثم ينتهي كلامه في صفحة 7، يقول: وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح وأمر الدجال فأمرهما أظهر وأظهر، فالأمر فيهما قطعي، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة وبينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان كما أن الدجال خارج في آخر الزمان، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي، وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وقتله الدجال. هذه العبارة الثانية، وأنا قليلا أطلت على المشاهد الكريم، ولكن اتضحت الحقيقة، ولكنه بودي أنه يتضح للمشاهد الكريم، أنه فليطمئن واقعا المشاهد بأنه أنا لا أأتي هنا بعبارة ولا أنسب عبارة إلى علم من أعلام المدرستين، يعني سواء كان مدرسة الصحابة أو مدرسة أهل البيت، ما لم أتثبت من تلك العبارة. أحسنت. وما لم أقرأ ذلك النص وما قبل ذلك النص وما بعد ذلك النص، وإلا قراءة كما يقال حبل الكذب قصير. ينكشف. يعني أقرأ العبارة هنا، يأتي شخص آخر يقول لا، العبارة التي قبلها ليس هذا والعبارة التي بعدها ليس هذا، وهو نقلها للرد عليها ونحو ذلك، وهذا أسلوب علمي صحيح. وأنا واقعا أشكر
كثير من الإخوة المتداخلين معنا هنا بشكل مباشر، أو الذين يتصلون معي خارج البرنامج، أو الذين تصلوني رسائلهم ويؤكدون على أنه هذا المنهج ينبغي هو المنهج الذي نسير عليه إلى إن شاء الله الآخر تعالى. الله أن أوفق لي. أحسنتم، شكرا لكم سامح سيد. اتضح هذا الأمر إن شاء الله تعالى، ولا أعتقد بعد يوجد داعي لأن يطرح التساؤل كما طرح سابقا. يعني لدينا فاصل، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأطرح عليكم سامح سيد. قد يقول أحد الإخوة الكرام أو المشاهدين، يقول هل هذا كل ما قيل في مدرسة الصحابة من أخبار الإمام المهدي عليه السلام؟ سؤال جيد. أم توجد نصوص صحاح أخرى تضمنت أخبار عن الصحابة؟ جيد، نعم. جيد. واقعا هذا سؤال أساسي إن شاء الله تعالى. إذن بعد الفاصل سماحة السيد، فاصل ونعود إليكم مشاهدي الكرام. مهدينا في الأزمان شعظيه، ربنا في العالمين أضفع له، نور أليق والظالم ابتده، من أجل السالك أهدى سنه. نرى أهدى سنه مهديون في الأزمان شعظيه، ربنا في العالمين أضفع له، نور أليق والظالم ابتده، من أجل السالك. تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد، وتحية لسماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم. مرحبا دكتور، حياكم الله. إذن أعود عليكم السؤال الذي كان قبل الفاصل، هل توجد في نعم في صحاح المسلمين أخبار أخرى غير ما تفضلتم بذكره؟ واقعا هذا السؤال أنا بودي أيضا أستميح المشاهد الكريم والإخوة والأخوات الأعزاء عذرا أنه في هذه الحلقة ولعله حلقات قادمة سوف يكون حديثنا تتبع كلمات أعلام مدرسة الصحابة، لنرى بأن هذه القضية فقط ادعاء، افترضوا أنه هذا اجتهاد الشيخ ابن باز مثلا، أو أنه لا، القضية قضية واقعا متفق عليها في كلمات علماء المسلمين. نعم. في هذا المجال أنا أحاول أن أشير إلى عدة أبحاث في هذا المجال. نعم. وأحاول أن ينحصر كلامي في كلمات هؤلاء الأعلام. أكو كتاب للعلامة الألباني في كتاب له سماه النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة. هذا العنوان، هذا عنوان الكتاب. نعم. النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة. هذا الكتاب، خلي أبين تاريخ، هذا الكتاب كتبه الألباني ردا على ما كتبه حسان عبد المنان تعليقا على كتاب ابن القيم الجوزية الذي اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. يعني حسان ابن عبد المنان كتب هذا الكتاب ردا على ابن الآن الألباني يرد على من؟ على ابن عبد المنان. نعم. هذا الكتاب دار ابن عفان القاهرة الطبعة الأولى. هناك في صفحة 267 ينقل عبارة عن ابن القيم الجوزية، يقول والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء وكسره الصليب وخروج المهدي. التفت، وأنتم تعلمون أن ابن القيم من كبار أعلام مدرسة الصحابة. نعم. الصحابة. نعم. وخروج المهدي من أهل بيت النبوة. التفتوا جيدا، نقطة مهمة. نعم. وهذه نقطة أساسية. يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما
جورة. عبارات دا أقرأها. إذا التفتوا جيدا، يصرح بأنه هذا الإنسان مفد إنسان مجهول نكرة لا يعلم من أهل بيت النبوة، بل هو من أهل بيت ماذا؟ النبوة. الألباني يعلق على هذه العبارة، يقول: قلت هو كما قال رحمه الله ابن القيم. نعم. وهي عقيدة تلقاها الخلف عن السلف مدعمة بعشرات الأحاديث الصحيحة في الصحيحين. أحسنتم. التفتوا جيدا إلى عبارة العلامة الألباني. وأنا لا أشك أن منصفا لا يعلم قدر الألباني وتتبع الألباني ومعرفة. طبعا أقول هذا الكلام مرة أخرى، هذا مو معنى أن كل ما قاله الألباني نحن ماذا؟ أحسنت. أنا أوافق عليه لا أبدا، وإنما أتكلم مع المدارس الأخرى من المسلمين الذين يعتقدون بأن الألباني يعد، وهم يستدلون، واحدة من أهم مصادرهم سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأي حديث تكلمنا معهم قالوا قال في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة أنه مقبول أو ضعيف. أحسنت. إذن إحنا نتكلم معهم بمنطقهم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. نعم. قال: مدعمة بعشرات الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمعاجم. وهنا عند ذلك واقعا إنسان يستغرب عندما يجد بعض هؤلاء الكتاب المحدثين أو بعض المتكلمين على بعض الفضائيات عندما يأتي ويقول بأنه أساسا أنه في الصحيحين لم يرد ماذا؟ ذكر المهدي. نعم، اسم المهدي لعله لم يرد، ولكنه قضية المهدي ليست فقط هي اسم دكتور، قضية وإنما كاملة. هي قضية كاملة، أطروحة كاملة. وهنا يصرح بأنه أساسا في الصحيحين، وأبين بعد ذلك. أرجع أخرى إلى العلامة الألباني. العلامة الألباني في كتابه هذه موسوعته الواسعة في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء عن فقهها وفوائدها، هناك هذا هذه الطبعة اللي هي مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها فلان الرياض. إخواني الأعزاء، بودي أن يلتفت المشاهد الكريم، هذه حقوق الطبع، حقوق جميع الحقوق محفوظة، طبعة جديدة منقحة ومزيدة سنة 1415 من الهجرة. كما قلت هذه أشير إليها والمشاهد ديرة كاملا، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. هناك في المجلد الرابع من هذا الكتاب تحت رقم الحديث 1529 هذه عباراته. يودي أن المشاهد مرة أخرى يعذرني على الإطالة، تحت عنوان في صفحة 38 والجزء الرابع الحديث رقم 1529 يوجد عنده عنوان: خروج المهدي حقيقة عند العلماء. خروج المهدي حقيقة يقول من الحقائق المسلم بها، المسلم بها، لا مجال للبحث فيها. نعم. يقول: لتم لأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. التفتوا جيدا. الآن ما أريد أدخل في كل مضامين هذا الحديث، ولكنه أكثر الأحاديث الواردة واردة ماذا؟ اسمه اسمي، ولا يوجد فيها واسم أبيه اسم أبي. وهذه هي واحدة من المشاكل، لأنه إحنا اسمه الإمام محمد بني ابن الحسن، هم يقولون ماذا؟ ابن عبد الله لابد يكون، باعتبار قال اسم أبيه اسم أبي ومحمد ابن عبد الله لصار فيها عن هذا. أحسنتم. ولذا الآن أكثر الروايات اللي يلتفت المشاهد هذا الألباني هذا الألباني بل هو هذا النص يقول عليه، يقول: أخرجه البزاز وأخرجه ورواه وإلى أن يقول، ثم يذكر وكأنه يشير ويقول: بل هو عندي فلان الأول. يقول بلفظ ينقل روايات هذه الأقول، يقول: بل هو عندي متواتر عن أبي سعيد أصحها طريقان عنه، الأولى عوف بن أبي جميلة حدثنا أبو الصديق الناجي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. يقول: أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم
حكيم وأبو نعيم أو أبو نعيم في الحلية إلى آخره، ثم يذكر المصادر. بعد الوقت لا يسع أنا أذكر ماذا المصادر. وإلا يقول أحمد جزء الثالث 36 وابن حبان 1808 والحاكم الجزء الرابع 557 والحلية الجزء الثالث صفحة. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، أحسنت، يعني على البخاري ومسلم. نعم. ووافقه الذهبي على ذلك وهو المتشدد معروف الذهبي. نعم. ويعلق من الألباني يقول وهو كما قال، يعني هم قاله الحاكم والذهبي الحق ماذا معهما. وأشار إلى تصحيحه أبو نعيم أو أبو نعيم بقوله عقبه مشهور، فإنه بقوله مشهور يشير إلى كثرة الطرق. هسه هنا أنا بودي عبارة يلتفت إليها المشاهد الكريم، يقول فمن ضعف حديثه هذا من المخالفين، منه عن أبي الصديق اللي هو ناقل الحديث، يقول فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين، ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيفه مع شططه في تضعيف أكثر أحاديث المهدي. أحسنتم. تحير في هذا الحديث، يقول لا يستطيع أن يضعف. نعم. بعد هذا الإنسان، بعد حتى ابن خلدون الذي شط كثيرا وشذ كثيرا في تضعيف أحاديث المهدي، استطاع أن يناقش هذا الحديث أو لم يستطع. أحسنتم. نعم. ما أدري واضح هذا الدكتور. نعم. ويأبى الله إلا يتم نوره. نعم. بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق والطريق الآتية، فمن نسب إليه ضعف كل أحاديث المهدي. يقول إذن على هذا الأساس إذا وجدت بعض المؤلفين نسبوا إلى ابن خلدون أنه يضعف كل أحاديث المهدي، هذا ليس صحيحا. أحسن. لأنه ابن خلدون وإن حاول أن يضعفها ويقول لم تنقل في صحيحي بخاري ومسلم إلا أنه قبل صحة هذه الحديث. هاي النص الأول. الثاني سليمان بن عبيد قال فلان ولفظه يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا، يعني حججة. هذا النص الثاني يقول أخرجه حاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وابن خلدون أيضا قال عقبه في المقدمة، مع أن فلان قلت ووثقه صدوق فهو إسناد، وهكذا. ثم يقول الشيخ من؟ الألباني. ثم يقول ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الكبير. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. الطبراني في الكبير يعني في المعجم الكبير اللي هي دار إحياء التراث، هنا دار إحياء التراث اللي هي حقوق الطبع سنة 1406 الجزء العاشر، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي الجزء العاشر الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة. هذه فقط أنا للإشارة أشير إخواني الأعزاء. في المعجم الكبير. نعم. للطبراني من الأحاديث 10213، إذا كان يمكن للمخرج أن يأخذ 10213 هذا رقم الحديث، هناك ينقل مجموعة من الروايات إلى الحديث 10230، 17 رواية. 17. نعم. وكلها عن هذا إلى النبي، قال لا يذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ما بي وأبيه أبي. نعم. يملأ الأرض، وهكذا من 213 إلى 10230، وهنا يشير إليها. يقول ورواه، يشير إليه الألباني. نعم. يقول ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الكبير أيضا، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان
ولفظه عند أبي داود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه أو يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض. والحديث وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في منهاج السنة إن الأحاديث، هذه عبارة من؟ الألباني ينقل عبارة الشيخ ابن تيمية، يقول إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره. ثم هذه عبارة من؟ عبارة العلامة الألباني. فقلت: فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث قد صححوا أحاديث خروج المهدي ومعهم أضعافهم من المتقدمين والمتأخرين، أذكر أسماء من تيسر لي منهم. ومن لم يتيسر أكثر ربما. بل هو يقول أبو داود في السنن، العقيلي، ابن العربي في عارضة الأحوذي، القرطبي كما في أخبار المهدي للسيوطي، الطيبي كما في مرقاة المفاتيح للشيخ القارئ، ابن القيم الجوزية في المنار المنير، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أبو الحسن الآبري في مناقب الشافعي، وهذه بعضها نحن نقلناها فيما سبق، الشيخ علي القاري في المرقاة، السيوطي في العرف الوردي، العلاء إلى آخره، عشرات المصادر يشير إليها. هذا هو المورد الأول. طيب، عندنا وقت دكتور؟ إن شاء الله. إن شاء الله. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني الذي بودي أن أشير إليه هو ما ورد طبعا في الجزء الرابع صفحة 602 تحت رقم الحديث 1960، هذه عبارته، يقول: لا تزال أمتي، التفتوا جيدا، لا، الحديث 1960 في المجلد الرابع من سلسلة الأحاديث صفحة 602: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، نعم، ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا، أمير هذه الجماعة التي تقاتل، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. يعني الإمام عيسى أو ليس عيسى؟ أحسنت، إنه ليس عيسى. إن بعضكم على بعض أمراء، عيسى يقول إن بعضكم على بعض أمراء، أمراء تكرمة الله هذه الأمة. الله كرم هذه الأمة أنه لم يجعل إمامها ماذا؟ أحسن. من حتى من الأنبياء السابقين، حتى ولو كانوا من أنبياء ماذا؟ أولي العزم. لماذا؟ باعتبار أنه كما سنبين إن شاء الله في الأطروحة التي تعتقدها مدرسة أهل البيت، أنه يوجد في هذه الأمة من هو أفضل ماذا؟ من عيسى. من هو أفضل من الأنبياء السابقين بمن فيهم أنبياء أولي العزم؟ لماذا؟ لأن هؤلاء هم خلفاء الخاتم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم نفس الخاتم. وإذا كان الخاتم صلى الله عليه وآله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ومقدمهم، إذن من هم خليفته أيضا كذلك بأدلة متعددة. يقول: أخرجه مسلم. إذن دعوى أنه مسلم وبخاري ما نقلوا الروايات، نعم، قد لعله لم يرد في رواياتهم لفظ بكامل الألفاظ، ولكنه النصوص الواردة أخرجه مسلم وأحمد من طريق فلان، وأخرجه أيضا أحمد والبخاري في التاريخ الجزء الثالث إلى آخره، لأن تعلمون البخاري له تاريخ، نعم، كما له صحيح البخاري. أحسنت، نعم. عندنا وقت دكتور؟ تقريبا 3 دقائق. جيد جدا، نعم. إذا يسمح لي المشاهد الكريم، أيضا في المجلد الخامس من سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم الحديث 2236 الجزء الخامس صفحة 276، وهي رواية نزول عيسى تحت عنوان نزول عيسى واجتماعه بالمهدي. ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي، يعني أمير الجماعة، أمير هؤلاء الذين يقاتلون وظاهرين في الحق، تعال صلي بنا. يقول لمن؟ لعيسى. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض،
تكرمة الله لهذه الأمة. يقول أخرجه فلان، ثم يقول وهذا إسناد جيد وأقره الشيخ، قلت وهو كما قال ابن القيم فإن رجاله كلهم ثقات من رجال أبي داود، إلى أن يأتي بحث مفصل يقول وأصل الحديث في صحيح مسلم كما قرأنا. نعم. من طريق آخر عن جابر سمعت رسول الله لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم فلان، فالأمير في هذه الرواية هو المهدي في صحيح مسلم. التفتوا جيدا. نعم. إذن مو إنسان ماذا أحسن. يخرج إنسان لا يعلم مني من أهل أوله من آخره، مني من أهل بيتي، ولا مو فقط أنه هو نفسه هذا المهدي الذي يأم من يأم عيسى بن مريم. أحسنتم كثيرا. يأتم به من عيسى بن مريم. هذا تصريحنا. لا يقول. نعم. لنا قائل بأنه من هو، يقول وهو مفسر لها وبالله التوفيق، ثم يبدأ في بحث. ما عندي وقت دكتور؟ يعني الآن يوجد اتصال بإجازة سمحت. نعم. إذا نؤجله للحلقة القادمة. أحسنتم سماحة السيد. الأخ أحمد من العراق تفضلوا. أخ أحمد تفضل. عليكم. عليكم السلام. تفضلوا. السلام ورحمة الله. سماحة السيد كمال الحيدر عظم الله أجورنا وأجوركم الشاد مولانا الإمام الصادق عليه السلام. عليه السلام. نعم. تفضلوا. نعم. سماحة السيد عندي مداخلة سريعة وسؤال إن شاء الله. نعم. نعم. إذا يمكن رفع الصوت في الدار. نعم. ارفع الصوت وتفضل. نعم. نعم. نعم سماحة السيد. سماحة السيد بعد تقبيل أياديكم الكريمة، الأخوة السنة طبعا يعتقدون بأن الإمام المهدي سيولد في آخر الزمان، في مقابل أن الشيعة الإمامية يعتقدون بأنه ولد، يعني هذا الاحتمال أنه سيولد هو احتمال قائم في أي وقت، يعني كل ما هنالك يعني حتى تاريخ 255 كان الاتفاق أو النقطة المشتركة بين السنة والشيعة بأنه سيولد لحد 255 هجري. هذا الاحتمال قد حدث فعلا، ولكن الاحتمال بالنسبة للأخوة السنة ما زال مستمر. نعم. نعم. طيب تفضلوا بالسؤال. وصلت الفكرة أخ أحمد، وصلت الفكرة. تفضل بالسؤال. نعم. ما هو السؤال؟ السؤال. نعم. السؤال هل عندي سؤالان سمحت. تفضلوا بإجازنا. من الأخوة السنة المعاصرون يعني المعاصرون على قيد الحياة من علماء السنة من يعتقد بأنه الإمام المهدي المنتظر هو المهدي ابن الحسن العسكري عليه السلام، هذا السؤال الأول. طيب. نعم. هل أنه العدد الذين يكونون تحت أمرة الإمام المهدي 313 هم يعني شرط من شروط الظهور؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معنا الأخ موسى من بلجيكا. تفضلوا أخ موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدنا كمال، الله يوفقكم إن شاء الله. سيدنا أحب أنوه ولو فكرة بسيطة جدا، أحب أنت ساعدني بها وتشرح للمستمعين. أحب أنوه بأن فكرة الدعاء المهدوية، كم شخص ادعى المهدوية بالتاريخ؟ التاريخ طبعا قديم، وأكيد ذولي مستندين على أحاديث وإلهم يعني باع طويل، هو كان يعني قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قضي كثرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. حتى ادعوا ناس كثير كثير ناس ادعوا المهدوية، فألفت العفو سيدنا ألفت بهذا الموضوع مجلدات وكتب، مش كم شخص ادعى المهدوية وبالتاريخ القديم. طيب شنو السؤال؟ طيب هو هذا هو هذا إيضاح أحد السيد كمال الحيتري هو يوضح هذا الموضوع للناس. طيب. بحيث نعم. طيب يعني جيد أبينها. لا هذه ليست مختصة بالمهدوي يا أخي، كم من الناس الذين ادعوا التنبي والنبوة حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قليلين ليسوا قليلين. إذن القضية ليست قضية مرتبطة بالمهدوية. كم الذين ادعوا الألوهية؟ ألم يدعي فرعون أنا ربكم ماذا الأعلى؟ إذن قضية مولانا الادعاء والمهدوية هذه موجودة على 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 طول التاريخ، في التوحيد في الألوهية موجودة، في النبوة موجودة، في الإمامة موجودة، وفي المهدوية
الهوية أيضا موجودة. نعم باعتبار أن التاريخ طال بالنسبة إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، عند ذلك المدعين للمهدوية يكثر. ولذا أكو هنا عبارة إذا يسمح لي دكتور إذا تسمح لي أقرأها. نعم. هنا العلامة الألباني في هذا كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول بأنه لا ينبغي أنه إذا وجدنا أن البعض ادعى المهدوية أن نأتي وننكر أصل فكرة ماذا؟ المهدوية. يقول أن كثيرا من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث بعض الفتن ولا بصيرة عندهم تجاهها، بحيث أنها توضح لهم السبيل فيضلون ضلالا بعيدا. فمنهم مثلا من يدعي من ادعى أنه المهدي أو عيسى، ثم يذكر مجموعة من الأسماء، ومنهم من يشاركنا إلى أن يقول، ولكنه يبادر إلى أن يقول ويدعي بكل جرأة أنها فلان، إلى أن يقول وهذا الأسلوب قد يؤدي بهم إلى فلان، فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار الألوهية الرب لأنه يوجد ماذا؟ أحسن من يدعي أنه يدعي الألوهية. أحسنتم. لذا يقول لا ينبغي، هذا ما وقع لبعضهم كالأستاذ فريد وجدي والشيخ رشيد رضا وغيرهما، فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب لأن بعض البشر ادعوها كما هو معلوم؟ نسأل الله السلامة من فتن أولئك المدعين وهؤلاء المنكرين للأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين. إذن إخوان الأعزاء المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، هاي قضية المهدوية ليست بدعا من المسائل العقائدية الأخرى، ادعاء الإمامة، ادعاء الخلافة، ادعاء النبوة، ادعاء الادعاء. ولذا أنتم التفتوا جيدا، كل من كتب في الملل إلى جنبه كتب في النحل، يعني شنو؟ المنتحلات، يعني المنتحلات. انتهت القضية. أحسنتم. نعم أحسنتم سماحة سيد. معنا الأخ محمد من السعودية، تفضلوا. أهلوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبغى السيد الله يحفظك. عليكم السلام. حياكم الله. تفضلوا. بالنسبة يا سيد. نعم. بالنسبة أقول لك، بالنسبة للمهدي تقول إنه معصوم، أعصم من أفضل من عيسى بن مريم. طيب هذا الدليل من فين جبته يا شيخ؟ طيب طيب سؤال طيب سؤال سؤال جيد. طيب سؤال جيد. طيب نعم عفوا. نعم الأخ إبراهيم من العراق تفضلوا. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو دكتور، ممكن سؤال للسيد بس نريد نعرف. نعم نعم بس نريد نعرف الجماعة بكتبهم. طيب نعم الجماعة بقدمهم يأيدون الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام من قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. طيب. بس اللي نعرف يأيدون هذه الفكرة ولا إذا يأيدون الفكرة فهو الإمام علي الحسين بن علي. طيب. وأولاد الحسين الاثنى عشر ومعاوية ويزيد من الاثنى عشر. شكرا جزيلا. وصلت الفكرة، حياكم الله بارك الله فيكم. إذن إذا انتهت الأسئلة حتى يبدأ سماحة بلي بلي أخل نجيب على هذه طيب. الأسئلة. نعم بالنسبة نعم بالنسبة الأخ اللي سأل من العراق سؤالين. نعم يقول ما دام قالوا يولد في آخر الزمان، إذن آخر الزمان تشمل حتى 255 هجري لأنها أيضا في آخر الزمان. وهذا هذا بيان جيد، ولكنه نعم. هم لا يفسرون هكذا. هذا التفسير من قبل الأخ أنه آخر الزمان يقصد بأنه مثلا بعد قرنين وثلاث مثلا. أحسن. هم لا يعتقدون. طيب. يعتقدون أنه إلى الآن غير مولود. أحسن. حتى في زمان هذا، وإنما سيولد بعد ذلك. وهذا بحث إن شاء الله أخي العزيز لا تستعجل، قلت أنه إن شاء الله سيأتي، الأبحاث تأتي تباعا، ولكن يحتاج صبر من الإخوة الأعزاء. نعم. هل يوجد من كتب يعني أو من الأحياء المعاصرين؟ لا أعلم، أنا لم أتتبع هذا. نعم. المعنى أنه هل يوجد من المعاصرين من يعتقد بأن الإمام الثاني عشر الآن أو المهدي حي أو لا، وهذا هسه افترضوا هم ما كان يعتقد هسه هذه، وهي لا تؤثر على القضيه. هذا مضافا. نعم. الى انه سياتي الحديث عن هذه لاحقا. السؤال الثاني، هل يعتقدون انهم فعلا 313؟ ايضا سياتي ان شاء الله الجواب. ايضا بحث، وانا ذكرت للمشاهد. نعم. الكريم انه بودي ان الاسئله تكون في محور الحديث حتى نستطيع ان نثري البحث ولا نضطر الى الهين واجل الاجابه إن شاء الله. عن الاسئله. الاخ موسى من بلجيكا تفضلت بالتعليق. بالنسبه للاخ محمد، يعني كيف تثبت انه افضل من عيسى؟ الجواب سؤال جيد اخي العزيز. نحن قلنا واحدة من أدلتنا أن المفضول، أن الفاضل لا يأتم ماذا؟ بالمفضول.
نحن الآن قرأنا لكم بروايات صحيحة من مصادر مدرسة الصحابة، والآن قرأناها ممن؟ من الألباني. نعم. أن عيسى وهو نبي من أنبياء أولي العزم يأتم بمن؟ بالمهدي. يأتم بالمهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن نعتقد أن هذا دليل الأفضلية، وإلا لا معنى أن يأتم الفاضل بمن هو ماذا؟ لا مجاملة في الدين. لا، هذا واحد. أما ما ينقل أن بعض الروايات أنه توجد أن الأئمة صلوا خلف فلان، أنا بالنسبة لي ليست ثابتة هذه الرواية. نعم أحسنتم. هذا أولا، إذا اسمحوا لي تفضلوا. عندنا الوقت؟ يعني الظاهر انتهى نص دقيقة، تفضل. لا إذا عندنا طيب. أدلة أخرى موجودة وهو من أهم أدلتنا حديث الثقلين. أحسن. لأنه نحن سنثبت أنه من العترة وأنه من لا يفترق عن القرآن، والقرآن فيه علم كل شيء، تبيان لكل شيء، فعلمه أفضل من علم من؟ أحسن. علم عيسى وكل نعم. الأنبياء السابقين. بالنسبة لأخ إبراهيم إن شاء الله هذا سيأتي التعليق، من كنت مولاه فهذا علي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكركم سماحة الله سيد كمال الحيدري في ختام هذه الحلقة، كما أشكر الإخوة والأخوات. نلتقيكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.